انا جدع انا جدع انت جدع ايوه جدع انا جدع انت جدع ايوه جدع انا جدع كل يقول لك انا جدع انا جدع الله يعني كلكم جدعان مفيش حد فيكم نص نص الله عالم كدابين قوي محمد رمضان وبتحدى هاني الشاكر طلع اغنيه جديده وسط جمهوره وسط كل محبينه بيقول انا جدع هي أغنية ومش أغنية يعني هي يعني أنا مش عارف بصراحة بس هو يعني واحد بيشكر في نفسه قوي وبيقول أنا جدع بس معني إن مش دي قصتنا القصة الكبيرة إن هاني شاكر طلع وقال إن كل أغاني المهرجانات وأصحاب أغاني المهرجانات ممنوعين من الظهور إلا بتصريح المعنى المقصود إن هاني شاكر بيضايق على الناس شوية هاني شاكر يعني بيقرف بتوع المهرجانات كلهم بس والله هاني كده بأمانة ده قرار جميل جدا لكن يا ترى هتقدر عليه هتقدر تواجهه هتقدر تمنع فعلا محمد رمضان واغنيته الجديدة انا جدع طلع وقال انتظروني في الاغنية الجديدة انا جدع على قناتي على اليوتيوب هي الاغنية بصراحة يعني ايه فيها شيء من الجدعنة يعني او بلطجة يعني هي ايه هي بلطجة بس مخليها جدعنة ما علينا تعالوا نشوف الاغنية ونرجع تاني انا جدع هم عشان الناس كلها تقول انت جدع ايوه جدع انا جدع انت جدع ايوه جدع انا جدع انت جدع ايوه جدع انا جدع انت جدع ايوه جدع صديقتو بعد ما شفنا الاغنيه محمد رمضان زي ما قلنا بيتحدى هاني شاكر وبيقول هيحط الاغنيه على اليوتيوب وطبعا محبين محمد رمضان هاتك بقى يا تعليقات ومستنيينك يا بطل مستنيينك وحب بقى وزي ما انتم عارفين بقى محمد رمضان ليه جمهور بسم الله ما شاء الله وكلهم يعني على شكلته بأمانة يعني ما حدش يزعل مني انا ما قلتش على شكلته يعني هو الراجل وحش ولا حاجة هو وحش عشان تتضايقوا من كلمة على شكلته ما تتضايقوش يعني عادي يعني ياما لسه هنشوف يا ريت بس تشوف الفيديو اللي فات عن حمو بيكا وعمر كمال واغنية بنت الجيران هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو واتمنى يا رب تشوفوه وتقولوا رأيكم وتعليقاتكم وممكن تلاقوه في اخر الفيديو موجود هنا فوق عادي جدا مش مشكله المهم تتابعوا كان معاكم هاني قناه خلطبيط اليوتيوب شو انا جدع السلام عليكم.